السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة في اليوم مهم جدا عن طريقة رسم الجسر او الكوبر في المنظر الطبيعي. طبعا الجسر فيه منه الافقي وفي منه الدائري. هعرض لحضراتكم مجموعة من الصور فيها اكتر من شكل للجسر او الكوبري، وطبعا بيمثل عقبة كبيرة قوي امام مجموعة من شباب المبتدئين في الرسم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة العالمين. ما تنساش لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشترك في القناة لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة، يسعد اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. ان شاء الله هعرض على حضراتكم اكثر من شكل ازاي نرسم بشكل بسيط جدا اكثر من شكل للجسر او الكوبري. طبعا الافقي بيكون بالشكل ده، ركز معايا في الخطوات، بيكون ليه جانبين، الجانب البعيد اللي هو بيكون بيبدو ليك حجمه اصغر، والجانب القريب بيبدو لك حجمه اكبر وبيكون واخذ هذا الشكل. وعادة بيكون الشكل ده بيكون كوبري او جسر مصنوع من الخشب، او كوبري او جسر مصنوع من الاسمنت، يعني ممكن يكون اسمنتي او خشبي. الكوبري الاكثر شهرة هو الكوبري الدائري، وبيكون جاي بهذا الشكل وبيدي لمسة جميلة جدا داخل المنظر الطبيعي. طبعا بناخد الخط، انا هنا بحاول اوضح لحضرتك الاوت لاين او الخط او جسم الكوبري. يعني هنا بالشكل ده بيكون دائرتين متداخلتين بهذا الشكل، او جزء من الدائرة في الاسفل وبتمتد على الجانبين بالشكل ده. ودي تأثيرات مثلا لو انت هتعمل فيه حجارة، مبني من الحجارة او بالشكل ده. طبعا فتحة الكوبري مهم جدا، هي اللي بتظبط معاك شكل الكوبري. ده الشكل التاني اهو، وممكن يكون ليه سياج من اعلى الكوبري بالشكل ده، لكن في الوضعية دي الجانب الاخر من السياج ما بيظهرش، يعني الجانب الاخر من الاطار اللي هو حول الكوبري ما بيظهرش، لان الكوبري مرتفع ودائري زي ما حضرتك شفت. دي ده الشكل الثاني. هنظهر لحضراتكم الشكل الثالث، بيكون عدل من اعلى ودائري من الاسفل، يعني ده بالشكل ده اهو، وده ابسط واسهل بكتير من الشكل الدائري. وطبعا دي تاثيرات للحجاره اللي حضرتك ممكن تكون يعني تقدر ترسمها وتقدر تشكل حجم وجسم الكوبري بتجزئات او تاثيرات حجاره بالشكل ده. طبعا فتحه الكوبري ممكن حضرتك تضع الفتحة او الميول جهة اليمين او جهة اليسار، يعني احنا هنا غيرنا اهو، فده بيخليك الكوبري او الجسر بيبدو معاك بواخد جنب او زاوية في المنظر. ودي طبعا تأثيرات للماء او انعكاس الكوبري في المياه اسفل الكوبري. ان شاء الله في المساحة اللي حضراتكم شايفينها دي هنبدأ نخطط المنظر الطبيعي بتاعنا مع بعض. فعايز حضرتك تركز في الخطوط، لان بالخطوط دي هتقدر تفهم اللوحة بتاعتك انت تشتغل ازاي. بنظر لحضراتكم كل التفاصيل من خلال هذه الخطوط. طبعا عندنا هناك في الخلف جبلين بيلتقوا معا، وفي هنا بيتين من البيوت اللي هي مصنوعة من الخشب، وطبعا البطل اهو اللي هو بطل اللقاء كوبري، بيكون الكوبري هنا خلف هذه البيوت. وبنرسم الفتحة اسفل الكوبري بهذا الشكل، وهذه مجموعة من الحجارة طبعا على حافتي النهر او البحيرة اسفل الكوبري. بترسم بالفرشة بتاعتك او بالقلم كل التفاصيل اللي موجودة في اللوحة، سواء انت بتشتغل على جدارية كبيرة او بتشتغل على كانفاس. فاحنا هنا طبعا زي ما قلت لحضرتك بنشتغل بالالوان الاكريليك، وهنتعلم مع بعض ازاي نعمل دمج او ندمج الالوان ازاي، ونسيح الالوان بتاعتنا بشكل جميل ازاي. دي كل التفاصيل اللي موجودة في الصورة. يلا بينا نبدأ مرحلة التلوين، وهي المرحلة الاصعب، وان شاء الله مفيش شيء صعب باذن الله تعالى. هنجيب الازرق مع الابيض، وهندي مساحة من السماء بتفاصيل بسيطة جدا، مش هنركز في ان احنا نعطي تكتلات سحاب كالعادة، لا، هي بس ايه جو الصيف هنظهره ب يعني لسعات كده من الابيض، او اهو زي ما حضرتك شايف اهو. كل اللي انت هتعمله انك انت هتسيح اللون الابيض اللي انت خدته على الفرشة ده مع الازرق بتدرج من الاسفل لاعلى، اهو زي ما حضرتك شايف كده بتحرك ازاي على الجدارية. وانت لو شغال
على كانفاس برضو هيكون بنفس الطريقة، ومسكتك للفرشة بشكل أفقي، بتاخد من الأبيض من الدرجة الفاتحة للغامق وبتعمل تسريحة لون بالشكل ده، فبيبدو لك الجو كسماء الصيف، يعني مجموعة سحاب خفيفة جدا اهو، مجرد إضاءات، مجرد بس ايه إضاءة خفيفة جدا في السماء كده، مش هنعمل تكتلات ونزحم المنظر لأن المنظر فيه تفاصيل كتيرة بطبيعته. يعني بعد ما بننتهي من شغل السماء بظهر لحضراتكم بس البحيرة أسفل الكوبري بهذا الشكل. يبقى أنا كده اشتغلت اللون الأزرق كله مرة واحدة، يعني دي حاجة جديدة أهو بتكلم فيها وبضيفها لحضرتك، إنك ممكن باللون الواحد تشتغل كل العناصر اللي هي فيها بيدخل فيها هذا اللون أهو. فأنا اشتغلت باللون الأزرق أهو مساحة السماء والبحيرة بالشكل ده بكل بساطة. يعني طبعا ظهر لحضرتك التفاصيل أكتر والكوبري والبيوت اللي هي موجودة على يمين الكوبري والجبال اللي هي خلف الكوبري بتلوينا لهذه البحيرة. تعالوا بقى للمرحلة الأهم، وهي إزاي ألون هذه التبة أو تبة الجبل اللي من على اليمين، ودي هتكون في الخلف ألوانها تكون داكنة. أنا جبت هنا اللون البني وهبدأ أخلطه بهذا الشكل مع اللون الأزرق، نفس الفرشة اللي أنا شغال بيها هي. طبعا لما بتخلط البني مع الأزرق بيبدأ يديك درجة كده داكنة زي داخلة على أسود، فبحضرتك بتبدأ تملى المساحة بتاعت الجبل. طبعا دي الجزء من الجبل اللي هو في الخلف او الجبل البعيد، فهيكون ليه لون البنيات بتطغى عليه اكثر، والجزء من الجبل القريب هيكون باللون الزرعي، هيكون فيه مساحة من الاصفر والاخضر. فهنا انا بعمل تسيحة لون مجرد ارضيات انا بملاها، يعني دي اللون ده مش لون نهائي، لا دي ارضية هشتغل عليها بالشكل ده. بنفس الطريقة هاخد الجبل اللي من جهة اليسار بس بلون زرعي، يعني هاخد الاصفر الكناري مع الاخضر وسنة اسود او سنة بني برضو مع البنيات، مجموعة من درجات الفتحة. واقرب الكاميرا حضرتك واقول لك ازاي تستخدم المشط او الفرشاة الكبيرة بالشكل ده. بتنزل من اعلى الاسفل وبتبدأ، طبعا الفرشة مشبعة بالالوان اللي هي داخل فيها الازرق شوية وفيها البني شوية مع الاصفر الكناري، بيديك درجات من الاخضر بالشكل ده متفاوتة، طبعا من الاخضر الفاتح للغامق، وبنبدأ نملى المساحة كلها. انا عايزك تملى المساحة كلها، بس كل اللي انا طالبه منك في المرحلة اول مرحلة انك انت تملى المساحات، لان دي الارضيات اللي انت هتشتغل عليها. تمام، بهذا الشكل اهو زي ما حضرتك شايف بكل بساطة بدأ يظهر ليك التقاء في مكان في النص كده، ده المكان ده هو مكان التقاء التبتين، ولكن التبة اللي هي الاخضر هي الاقرب، وهنظهر الابعاد بتاعتها والعمق والسطح بتاعها اكتر. تعالوا كده نملى المساحة برضو بالاخضر اللي هي امام المنزل واعلى البحيرة اهو كده. خلاص نبدأ بقى في التفاصيل. في التفاصيل بقى هتجيب فرشة قلم رفيعة او فرشة زي اللي في ايدي دي، وتبدأ تجيب الابيض مع درجات البني اللي احنا كنا شغالين بيها في التبة الاولى. طبعا التفاصيل من بعيد كده مش هتظهر، فانا هضطر اقرب لحضرتك الصورة اكتر بالشكل ده علشان التفاصيل تظهر اكتر. شوف بقى ازاي تدي الاضاءات هنا، هو ده درس النهاردة، وهي دي الاستفادة الاكبر في انك انت ازاي تجيب